مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دار التعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 3 Lesson 6 اليونت الثالث الدرس السادس. عنوان الدرس Helping Gran مساعدة الجدة. بالبداية يقول لي Why does Gran need Nora's help؟ لماذا الجدة تحتاج لمساعدة نورا؟ Listen, read and answer the questions. استمع للأستاذ وهو يقرأ هذه القطعة. Read اقرأها أنت. Then answer the questions. ثم أجب على هذه الأسئلة اللي أعطاك إياها. وهذه الأسئلة اللي أنا أعطيتك إياها متعلقة بالقطعة. هذه القطعة قطعة مطلوبة من امتحان التحريري. الأستاذ يوضحها، يوضح مخرجاتها وينطيك أسئلة عليها. راح نطرق الأسئلة اللي ممكن تجيني من الامتحان وشلون نقدر نجاوب عنها. فحاول تطلع كتاب الطالب وياي، تأشر الشغلات المهمة اللي راح نأشرها، المعاني الجديدة مع الكلمات الجديدة على مود تقدر تفهم القطعة. بالبداية يقول لي نور was helping her grandmother. نور هاي البنية اسمها نور كانت تساعد جدتها make a video call بعمل اتصال فيديو. But it wasn't going to be very well. لكن الأمر لم يسير بشكل جيد، لم يكن يسير بشكل جيد. Gran was asking lots of questions. لأن جدة كانت تسأل الكثير من الأسئلة. تتخيل امرأة كبيرة بالعمر ما واكبت هاي التطورات أو التقنية الجديدة. فبالتالي هي لما تريد تسوي مكالمة فيديو ما تعرف شلون تستخدم الحاسوب، فتطلب مساعدة حفيدتها. فهي بما أنها ما تعرف فراح أكيد راح تسأل الكثير من الأسئلة. ف سألتها، قلت لها What do I speak into؟ شلون أنا ويا من راح أحكي؟ أو شلون راح أسوي مكالمة الفيديو ويا من راح أحكي؟ راح أحكي ويا الحاسوب. Just speak normally. إيش قلت لها نور؟ قلت لها فقط تحدثي بشكل طبيعي. نور said patiently. هاي الكلمة جدا مهمة. Patiently معناها بصبر. يعني نور كانت متضجورة إنه جدتها تسأل هاي الأسئلة البسيطة بالنسبة لها. فردت عليها بصبر، قالت لها ما لك علاقة، أنت احكي بشكل طبيعي. trying to sound calm. قالت بصبر وحاولت أن تبدو هادئة. يعني نور كانت شوية ضايجة من الموضوع إنه جدتها تسألها هواي أسئلة بسيطة، فردت عليها بصبر وكانت تريد تبين أنها هادئة. I need to tidy up. I don't want my house to be mess. إيش قالت؟ قالت اوكي قبل ما تسوي هاي المكالمه اريد ارتب الغرفه، ما اريد بيتي يبين وكانه فوضى. سيرغان قالت جدا as she picked up the books and on the table. وقامت تبدي تجمع الكتب اللي موجوده على الطاوله. شلون يعني تقول عيب انه انا اتصل والبيت مالتي هوسه، خلي انظم البيت او انظم الطاوله او اخر هاي الهوسه، يلا ابدي بالمكالمه. فايش قالت لها نوره؟ قالت لها اتس فاين، لا بس جران يا جدتي. She can only see the room behind you. هي ما راح تشوفك، هاي اللي راح تتصلين بها ما راح أشوف، فقط ما خلف الغرفة أو ما خلف الغرفة اللي خلفك. نور giggled. شوفنا أنا هاي الكلمة giggled معناها ضحكت بصوت، يعني بصوت خافت. يعني شون بينها وبين نفسها قامت تضحك على بيبيتها أو على جدتها. شون هيك تحكي؟ فقالت لها خلينا ننظف الغرفة أو ننظم الغرفة. فقلت لها لا ما لك علاقة، ما يحتاج تنظفين الغرفة أو تنظمين الغرفة، لأن هو بس راح تبين الغرفة اللي وراك. وقالتها وهي ضاحكة. أوكي حسناً. جران سيد، قالت الجدة pushing the books behind the laptop. إيش قالت؟ قالت لها يلا ما يخالف، بس وخرت الكتب خلتهن ورا اللابتوب. But how do I know I am calling the right person؟ قلت لها زين أنا شلون أعرف إن أنا متصل أو متصلة على الشخص الصحيح؟ مثلا انا بدي اتصل بوحده اسمها منى، شلون اعرف ان انا متصله بمنى؟ شلون اعرف ان انا متصله بالشخص الصحيح؟ جران واز جيتينج ا ليتل انشس. بدت هذه الجده ان تبدو قلقه بعض الشيء. انشس معناها قلق. هذه الكلمات كلش مهمه، بعد قليل راح تفيدنا بكتاب النشاط. دو اي هاف ا لينك؟ وير از ماي لينك؟ قلت لها عندي رابط، وين الرابط مالتي؟ I don't have a link. ما عندي رابط. Do I? لو عندي. Gran was sounding very nervous now. والآن بدأت الجدة تبدو متوترة. هسه قبل شوية كانت anxious قلقة، والآن nervous متوترة.
luckily لحسن الحظ the computer started making the ringing noise. والآن لحسن الحظ بدأ الحاسوب يرن أو يعمل صوت الرنين، يعني بدأت تتصل على الشخص اللي تتصل به. فثوت نور، فقالت نور أو فكرت بينها وبين نفسها هاي الكلمة. هاي الكلمة تدلي على أنه أيوة أخيرا خلصت، وأخيرا صار الاتصال، خلصت من أسئلة جدتي اللي قلقتني. هلو هلو she can't hear me what's the matter ask gran. سألت الجدة قالت لها هلو هلو مرحبا شو ما حد يسمعني شو السالفة شو الموضوع. نور moved gran's finger and helped click on the answer button. اجت نور ساعدتها خلتها تفتح اتصال، يعني ساعدت جدتها انه تفتح الاتصال ويا من ويا هذا الشخص اللي متصل عليه. mom move the screen I can only see the top of your head. فاللي اتصلت عليها قالت لها يا أمي حرك الشاشة أنا فقط أرى قمة رأسك، يعني بس دا أشوف رأسك من فوق، فحرك الشاشة مع اللابتوب على ما أقدر أشوفك بوضوح. سأل أنت دانا، منو هذا اللي اتصلت فيه؟ الأنت دانا الخالة دانا. إذا استعرفنا أن الجدة اتصلت بالخالة دانا على مود اللي هي بتها بت الجدة، فقالت لها يا أمي حرك الحاسوب بعض الشيء على مود أقدر أشوفك. جراند لوكت ات نور اند هم كويكلي موف ذا سكرين. الجدة ما كيف ما تعرف تحرك الشاشة أو بعد متوترة باعت النور. نور سوت حركت الشاشة على مود تبين جدتها أو وجه جدتها بالفيديو كول بالمكالمة الفيديو. As Grand was talking بينما كانت الجدة تتحدث نور looked around نظرت نور حولها the room and found the box. نظرت نور حول الغرفة ورأت صندوق. She opened it فتحته and saw a big gold medal. هاي كلش مهمة بالكم وياي. رأت ميدالية ذهبية كبيرة. On one side it said في إحدى وجوه هذه الميدالية مكتوب awarded to مريم حسين خليل. هذه الميدالية مكتوب عليها مقدمة هذه الميدالية إلى مريم حسين خليل for her contribution in mathematics لمساهمتها الفعالة في حقل الرياضيات. نور felt embarrassed شعرت نور بالخجل. ليش شعرت نور بالخجل؟ يعني هي من جدتها سألتها أسئلة بسيطة عن فشي بسيط مثل الفيديو كول المكالمة الفيديو، فهي قالت شنها يعني شنها البساطة هاي، ما معقولة واحد بهذا التطور ما يعرف هيك فشي بسيط، فيعني شلون الموضوع صار بالنسبة لها استسخفت الموضوع. بس لما شافت هذا الصندوق وبميدالية ذهبية وعرفت انه هذه الميدالية الذهبية كانت مقدمة الى هذه مريم حسين خليل. من هي مريم حسين خليل؟ اللي هي الجدة، مقدمة الى الجدة نتيجة مساهمتها الفعالة في مجال الرياضيات. عرفت انه هذه الجدة كانت في يوم ما امرأة عظيمة. She looked at her grand. She saw an old woman who couldn't use a computer. نظرت إلى جدتها ورأت امرأة كبيرة لا تستطيع عمل مكالمة حاسوب أو مكالمة فيديو. She didn't see a strong woman. ما كانت تشوف قبل هذه قبل ما تشوف هذه الميدالية، ما كانت تنظر لها نظرة إنه هي امرأة قوية with a sharp mind بعقلية حادة. She only saw an old woman who didn't know how to make a video call. قبل ما أشوف هذه الميدالية كانت تنظر لها نظرة إن هي هاي امرأة مجرد امرأة ما تعرف تسوي فيديو كول مكالمة فيديو. I can only hope I will be as successful as her. إيش قالت نور هاي الحفيدة؟ قالت أتمنى أكون في يوم ما ناجحة مثل هاي جدتي. She thought اعتقدت أو فكرت بينها وبين نفسها. هذا ما يخص هاي القطعة، قطعة بسيطة جدا تتحدث عن مساعدة نور لجدتها، ومن خلال النص اللي انطانيه عرفنا مجموعة من المعلومات. هاي المعلومات راح نسخرها ونقدر نجاوب على هاي الأسئلة. في البداية ايش سألني هو؟ قال لي why was Gran need Nora's help؟ لماذا أرادت الجدة مساعدة نور أو نورا؟ ليش رادت مساعدتها؟ لأنها ما تعرف تسوي مكالمة فيديو. فأقول because لأنها she didn't know لأنها لم تكن تعرف how to make كيف تصنع video
كول مكالمة فيديو لأنها ما كانت تعرف شلون تتصل فيديو. Was Noor a good helper؟ هل نور كانت مساعدة جيدة؟ احنا لاحظنا من خلال القصة ان نور ساعدت الجدة بعمل المكالمة. اذا هي ودي يسألني هل كانت مساعدة جيدة؟ اقول yes she was، نعم لقد كانت مساعدة جيدة. هي صحيح ضجرت او صحيح ضاجت من اسئلة جدتها، لكن بالنهاية ساعدتها على ان تتم عمل المكالمة الفيديو. Does Noor like helping grandmother؟ Why؟ شوف هنا أنا يقول لي هل نور تحب مساعدة جدتها؟ أنا أقول له no she doesn't، كلا لا تحب. زين شلون عرفت إن هي ما تحب مساعدة جدتها؟ أقول because، لأنها she was angry، لأنها كانت غاضبة بعض الشيء، كانت ضايجة من أسئلة جدتها الهواي. How does Noora grandmother feel about making video call؟ كيف شعرت جدة نورة عن عمل الفيديو اتصال الفيديو؟ شلون كانت تشعر؟ شعرت ان اتصال الفيديو كان جدا صعب. بقول she felt، هي شعرت it was difficult، شعرت انه هذا الشيء كان صعب عليها كامرأة كبيرة ما تعرف بالحاسوب. Why does Noor feel embarrassed؟ لماذا نور شعرت embarrassed؟ embarrassed معناها محرجة. لماذا كانت محرجة؟ لماذا شعرت بالإحراج؟ شعرت بالإحراج بعد أن رأت الميدالية الذهبية اللي فازت جدتها بسبب مسابقة الرياضيات. فأقول because، لأنها she saw، لأنها رأت the gold medal، رأت الميدالية الذهبية اللي فازت فيها جدتها في حقل الرياضيات المقدمة من أحد المؤسسات. هذا ما يخص تمرين الفقرة الأولى من كتاب الطالب، نعطينا قطعة، وضحنا قطعة، وضحنا مفرداتها. هاي الأسئلة من الممكن الأستاذ يسألها بداخل الصف كتحضير يومي، وكذلك هي مهمة جدا بالامتحان التحريري. حاولوا تسجلون هاي الأسئلة بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا، تجينا مع سؤال المتعلق بقطع الكتاب. الآن ننتقل لكتاب النشاط تمرين رقم واحد. يقول لي find the words in the story in the student's book, match them to their definitions. يقول لك أنا أعطيتك مجموعة من الكلمات بالقصة مثل patiently, giggle, anxious اللي أغلبها ترجمناها. هذين الكلمات منطيك تعاريفهن، تقدر تسقط الكلمة بالتعريف المناسب لها. هنا هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. يا سؤال يجينا بسؤال المفردات مثل ما هو على شكل إسقاطات، أسقط الكلمة أمام التعريف المناسب لها. أول شيء نجي نترجم الكلمات اللي أغلبها أخذناها قبل دقائق وراح نوصلها بالتعريف المناسبة. patiently معناها بصبر، giggled معناها ضحكت بصوت خافت، anxious معناها قلق، nervous معناها متوتر، embarrassed معناها محرج، وسكسسفول معناها ناجح. عرفنا معانا الكلمات، نجي نسقطها بالتعاريف المناسبة لها. بس تعرفون كلمة لافت راح تعرفون جواب هذه النقطة. لافت معناها ضحكت، إذا نفس المعنى مال جيجل. إذا نقول جيجل ضحكت، لكن إيش قال؟ a little bit، ضحكت بعض الشيء يعني لوهلة. بعد slowly، slowly معناها ببطء، and carefully، carefully بحذر. لما تقوم بعمل شيء بحذر وببطء شو نسميها؟ نسميها patiently، patiently معناها بصبر. بعد shy، shy معناها خجول، ashamed يشعر بالخجل. شنو الكلمة؟ محرج، embarrassed، بقول embarrassed. بعد doing well، أن تقوم بشيء بشكل جيد، تقوم بعمل شيء بشكل جيد. شنو الكلمة؟ كلمة ناجح، أنت ناجح إذا تقوم بعمل شيء بشكل جيد. بعد feeling a little worried، worried معناها بعض الشيء قلق. شوف little worried بعض الشيء قلق أو بعض الشيء متوتر، شو نسميها؟ نسميها anxious. زين feeling very worried، تشعر بقلق كبير جدا، شو نسميها؟ نسميها nervous، nervous معناها متوتر. وهكذا. هذا ما يخص تمرين رقم واحد. مثل ما وضحنا هذا التمرين تمرين مهم جدا جدا جدا. يجينا بسؤال المفردات السؤال الثالث، يقول لي سقط الكلمة
أمام التعريف المناسب لها. تعتمد على شنو؟ تعتمد على حفظك لمعاني هذه الكلمات اللي أخذناها وين؟ أخذناها مع القطعة المتعلقة بمساعدة نورة أو نور لجدتها. وراها تمرين رقم 3. قبل ما أبدي بهذا التمرين أنا إيش كاتب لك هنا؟ أنا كاتب لك إنشاء. هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. طلاب هذا الدرس بكلش هو شغلات مهمة، وكلش هاي الأشياء مهمة بامتحان نصف السنة وامتحان الشهر الثالث إذا المدرسة سوت لكم امتحان شهر ثالث. ليش؟ لأن بي كلمات واي شاملة وبيها تنوع بالأسئلة وما جايتك لا بالشهر الأول ولا بالشهر الثاني. شي يقول لي؟ يقول لي imagine you are helping your grandparents. تخيل أنه أنت قاعد تساعد أجدادك سواء جدك أو جدتك. To make a video call. لكي تعمل أو لكي يعمل اتصال فيديو. Explain how to do it. فسر أو وضح كيف تقوم بعمل فيديو كول. يعني اكتب مثلا رسالة جدك أو تعليمات جدك عن كيفية عمل اتصال الفيديو. هذا الإنشاء هو المطلوب من عندك بالامتحان التحريري، فحاول تحفظ وياي. سجل بالدفتر وتحفظ وياي. فهو منطيني يعني تلميح أو بداية الإنشاء، يقول لي open your email invitation and click on the link. افتح إيميل الدعوة وانقر على اللينك، على الرابط، يا رابط، رابط الاتصال مع الفيديو. وراها جراني firstly أو first open your email invitation. عدتها عن الجملة، قلت لها يا جدتي أو يا جدي، أولا افتح الإيميل invitation، دعوة الإيميل أو إيميل الدعوة and click on the link وانقر على الرابط. When this sound appears، عندما يظهر لك هذا الصوت، it means it is ringing. هذا يعني إنه يرن. لما يطلع لك هذا الصوت، طيفة صوت معين، أقول له معناها إنه هذا الاتصال بدأ يرن على الشخص اللي أنت طالبه. To the other person، إلى الشخص الآخر. Second، ثانية، هسا أولا تفتح إيميل الدعوة. Second، ثانية، wait till the person you are calling replies. انتظر حتى الشخص الآخر اللي متصل عليه replies، يرد عليك. انتظر هذا الصوت لحد ما يرد عليك. When you finish، عندما تنتهي the call، تنتهي من المكالمة، click on the red sub sign، انقر على العلامة الحمراء اللي موجودة أسفل الموبايل أو أسفل الحاسبة، to end the call، لكي تنهي الاتصال. هذا كل ما يخص الإيميل أو إيميل عن كيفية عمل تعليمات للجد أو الجدة، كان كيفية عمل فيديو كول، اتصال فيديو. لاحظنا أنه إنشاء بسيط جدا وقصير جدا وكلماته بسيطة، كلها مقتبسة من القطعة اللي أخذناها كذلك بداية الدرس. إذن كذلك هذا الإنشاء حاول تكتبه بالدفتر وتحفظوه، لأنه مهم جدا بامتحان الشهر الثالث وامتحان نصف السنة. هسه شي يقول لي تمرين رقم 4، يقول لي listen، استمع to the people in the pictures. استمع إلى الناس اللي موجودين بالصور. Have all done something. كلهم قاموا بعمل شيء. What is it? ما هو الشيء الذي قاموا بعمله؟ Make notes. أعمل ملاحظات. يعني أعطيني جملة قصيرة تعبر عن الأشياء اللي قاموا بعملها. بما أنه قال لي listen، استمع. إذن أكو مقطع صوتي المفروض نستمع، أو الأستاذ يشغله بداخل الصف، أو يقرأ بداخل الصف. الطلاب يستمعوا له، ومن خلال سماعهم لهذا المقطع الصوتي يعرفون بين البنات الاثنين شنو اللي سوونا بالبيت، هذا الولد شنو اللي سوى، وهكذا. لكن لعدم توفر المقاطع الصوتية نعرضها على شكل مقطع نصي. شوف تابعوا وياي وراح نعرف انه هذا اي شخص، اي اللي هم بين البنات الاثنين شنو اللي سوى. اكتب الجواب مالتي باسفل الصورة وهكذا مع البقية. فنجي على الصورة الاولى، وحدة اسمها مريم تتحدث ويا وحدة اسمها سميرة. إذن هذه اسمها مريم وهذه اسمها سميرة. شي يقول أو شو تقول مريم؟ There we've done the glasses. وها نحن ذا أنهينا الزجاج. I think we've finished. أعتقد بأننا انتهينا. Thanks for helping سميرة. شكرا لمساعدتك يا سميرة. Oh sorry. آسفة مريم. I found these cups. آسفة يا مريم، لقد وجدت هذه الأكواب. يعني أكو بعد ما أكواب ما غاسلين. Oh never mind، لا تبالي. Put them in the bowl، ضعيها في هذا الحوض. Please، رجاء. They'll just take a minute، سوف تستغرق فقط دقيقة. There we finished، وها نحن ذا انتهينا. Thanks سميرة، شكرا لك يا سميرة. It's a pleasure،
اتس بليجر هاي الكلمه جدا مهمه بعد قليل راح تفيدنا. اتس بليجر معناها من دواعي سروري. ركزوا وياي، لما شخص يقول لي ثانك يو لازم ارد عليه، اما اقول ارد عليه دونت منشن ات او نيفر مايند، او من الممكن اقول اتس بليجر. اتس بليجر معناها من دواعي سروري ان اساعدك، انت شكرت من عندي فاني من دواعي سروري ان اساعدك. هسه بعد ما قرأنا النص او الاستاذ علق المقطع الصوتي وافتهمته، شنو اللي سوينا مريم وسميره؟ اقول they هم من امهم سميره ومريم، او تقدر تقول مريم عن سميره have done washing، قاموا بانهاء الغسيل، غسيل الماعي. زين الجمله الثانيه او العباره الثانيه او الصوره الثانيه، واحد اسمه مالك واحد اسمه كامل، مالك وكامل، شنو المحادثه اللي دارت بيناتهم؟ I am bored with this puzzle. أنا شعرت بالملل من هذا اللغز. كامل، let's go outside. دعنا نذهب إلى الخارج يا كامل. No, no, مالك, look, we just need one more. كلا كلا يا مالك، انظر، نريد فقط أو نحتاج فقط واحدا آخر. Number six, رقم ستة. The clue is, اللغز هو, there are two in the school year. 8 letters. There are two in the school year. 8 letters. هنالك اثنان منهم في العام الدراسي ومتكون من ثمان حروف. يعني اللغز يقول أكو شيء موجود من عدة اثنين بالمدرسة ويتكون من ثمان حروف. What does it begin with? قال زين هذا الكلمة المفروض بشنو تبدي؟ قال I don't know. أنا لا أعلم. But the فراغ 1 2 فراغ 6 letter is T. لا قل لكن ما أعرف الحرف الأول شنو. لكن الحرف السادس هو حرف التي. There are two in the school year. That's easy. يقول له هذا سهل. I've done it. لقد أنهيت. عرفته. Come on. We finished. تعال نخرج. لقد أنهينا. We can do something else now. والآن يمكننا فعل شيء آخر. خلصنا اللغز. امشي خلينا نروح نسوي شيء ثاني. Hang on. Hang on معناها اصبر. اصبر شوية. تشبث. I don't know the answer. قال له أوقف أنا ما عرفت الإجابة. إذن هو حل اللغز بس ما قال لصديقه الإجابة. هسا شنو هو اللي سووه مالك وكامل؟ أقول they have finished لقد أنهوا the puzzle. لقد أنهوا البuzzle الحزورة أو اللغز. هسا هذا الصورة الأولى والصورة الثانية أمامكم الحل مالتها، طلعناها من خلال المقطع النصي أو المقطع الصوتي اللي يلقى الأستاذ المفروض بداخل الصف. ننتقل إلى الصورة الثالثة والرابعة. شو يقول لي؟ يقول لي man رجل keep going. أكو رجل بالصورة سي، هذا الرجل، هذا الرجل اللي هو اسمه جيم آلن. يقول keep going جيم، استمر يا جيم. not much further، لم يتبقى المسافة بعيدة. just a few meters، فقط بضعة أمتار. just a bit higher، فقط أعلى بقليل. here goes، I've done it، لقد أنهيتها. I've reached the top، لقد وصلت للقمة. What's fantastic view، ويا له من منظر رائع. الآن شنو اللي سوى هذا جيم آلن؟ أقول he has climbed، لقد تسلق the mountain، لقد تسلق الجبل. أقدر أقول إجابة ثانية أستاذ؟ نعم أقدر أقول كمثال he has reached the top، لقد وصل إلى القمة. الصورة الرابعة نفس الطريقة، الرجل الأول والرجل الثاني، هذا رجل الأول وهذا رجل ثاني. الرجل الأول يتحدث pass me that small brush، ناولني هذه الفرشاة الصغيرة. will you please thanks، هل لا ناولتني إياها؟ شكرا لك. do you want more paint، هل تريد مزيد من الصبغ؟ no I am fine for paint، قال لك لا لا أريد أنا مكتفي. just this last bit، فقط هذا. there that's better، وها هو ذا، وهذا هو أفضل. nice color، لون أجمل، لون لطيف. isn't it، أليس كذلك. looks like a new gate، وبدأت البوابة وكأنها جديدة. إذن شنو اللي سووه هؤلاء الأشخاص؟ اللي سووه إنهم صبغوا الباب. بقول they have painted، لقد صبغوا the gate، البوابة أو the door، الباب إلى آخره. الصورة المتعلقة بحرف E الخامسة يقول لي two chocolate ice cream، اثنين ice cream بالكاكاو please رجاءً.
thank you, hold these in a minute or a minute. شكرا لك، والآن احملي هذه للدقيقة. أنا بنلاحظ أنه هذه البنية تتحدث اسمها إيمان. Will you, Sarah, while I get money or no? قالت لها أمسكي هذا الآيس كريم بينما أجلب أنا بعض الأموال. أو كلا، يعني تذكرت أن هي ناسة الفلوس. What's the matter, ملأم؟ My purse، محفظتي. With all my money، بجميع أموالي. In it، فيها. It's not my in my bag، وليست في حقيبتي. Your pocket، حقيبتك. No، I've left at home، لقد تركتها في البيت. Oh، what can I can we do، ما الذي يمكننا فعله؟ The ice cream are melting، الآيس كريم بدأ يذوب. Melting معناها يذوب، هاي الكلمة ركزوا لي عليها بعد شوي راح تفيدنا. Don't worry، لا تقلقي. Hold the ice cream، امسكي الآيس كريم. I don't think I've forgotten my purse، لا أعتقد بأنني نسيت محفظتي. إذن الشخصية الأخرى أو صديقتها يقولها أنت نسيت الفلوس، بس أنا ما نسيتهم. No, here it is. How much؟ هاي طلعت الفلوس، قالت لها قد سعر الآيس كريم. فشن المشكلة اللي موجودة بالصورة الرابعة؟ هو منطيني اسمها إيمان، فأقول له إيمان، أو أقدر أقول شيء. إيمان has forgotten، إيمان نسيت her money، نسيت فلوسها، أو her purse، نسيت محفظتها بنفس الطريقة. كذلك هذه النقطة الـ C والـ D والـ E. الآن ننتقل للنقطة الأخيرة اللي هي الصورة F. شو يقول لي؟ يقول لي أكو فتاة أولى وفتاة ثانية، بنية أولى وبنية ثانية. شو يقول أو شو تقول البنية؟ This game is difficult، هذه اللعبة صعبة. Isn't it، أليس كذلك؟ Yes it is، نعم هي كذلك. I just bought it yesterday، لقد اشتريتها البارحة. I don't think we can do it، ما أعتقد أن إحنا نقدر نلعبها. Yes we can، كلا يمكننا، بلا يمكننا. Let's try again، دعينا نحاول مرة أخرى. Look I think I've got one، انظري أعتقد أني حصلت على واحدة. Oh yes and there is another one، look get it، وها هي ذا أخرى، انظري لقد حصلت عليها. Okay okay you've done it، لقد أنهيتها. You've done it right، that's enough، حسنا ذلك كافيا. We'll play again later، سوف نلعب مرة أخرى. لاحقا switch off the computer، حفظوا لي هاي الكلمة كذلك مهمة. switch off معناها يطفي، طفي الكمبيوتر. now الآن اغلق الحاسوب. شنو الجملة اللي نقدر نستخرجها من خلال هاي الصورة؟ هذه البنية أقول she has played، لعبت a computer game، لقد لعبت لعبة حاسوب. هذا ما يخص تمرين رقم 4. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي، مجرد الأستاذ يعني مقطع صوتي أو هو يقرأ المقطع الصوتي أو المقطع النصي ويقول للطلاب انتبهوا للمقطع، ومن خلال المقطع تقدرون تحلون هذه الصور اللي منطيني المقطع النصي المتعلق بها. إذا مجرد نشاط صفي كتحضير يومي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. أما تمرين رقم 5 وهو التمرين الأخير يقول لي listen again، استمع مرة أخرى لنفس المقطع الصوتي اللي استمعت له قبل شوية أو نفس الجمل اللي قرأناها قبل شوية. Work out the meaning of the words and the phrases، قم بحل معاني هذه الكلمات والعبارات. شوف هنا يقول لي، طبعا يقول لي أعرف لي معانيهم، بس لازم ما تعرف معانيهم العربية. هنعرف مثلا أنه it's pleasure من دواعي سروري، أعرف أن معناها من دواعي سروري، لكن أنا ما أريد معناها بالعربي، أنا أريد معناها بالإنجليزي، يعني تنطيني فتشي أو تنطيني تعريف مناسب لكلمة it's pleasure. إحنا قلنا شنو it's pleasure؟ من دواعي سروري. شنو يعني من دواعي سروري؟ أقول we say it، نقولها، نقول هذه العبارة when someone thanks us، عندما يشكرنا شخص معين. لما يشكرنا واحد شنو نقول له؟ نقول له it's a pleasure. واحد يقول لي thank you، أقول له it's a pleasure. الجملة الثانية hang on، hang on معناها أصبر. شنو التعريف المناسب لهذه الكلمة؟ أقول له على سبيل المثال wait، wait معناها انتظر، نفس الفكرة. higher، أعلى، شنو الكلمة المناسبة أو التعريف المناسب لهذه الكلمة؟ إذا تلاحظون أن كلمة higher بها ER،
احنا اخذنا سابقا اذا نريد نضيف اي ار للصفه معناها كومباراتيف. شنو يعني كومباراتيف؟ يعني مقارنه. اذا اقول لك كومباراتيف هي مقارنه اول ذا وورد، هي مقارنه لكلمه هاي. هاي معناها عالي، هاي اكثر علوا، والبتر هي مقارنه لكلمه جود. اذا اقول لك كومباراتيف هي كلمه كومباراتيف هي مقارنه اول ذا وورد جود، هي مقارنه لكلمه جود. زين ميلت، شنو معنى ميلت؟ قبل شويه قلنا ميلت معناها يذوب. شنو معنى كلمه يذوب؟ اقول على سبيل المثال when ice gets hot، عندما يتعرض الايس الجليد او الثلج للحراره يذوب. switch off، switch off معناها يطفئ. اقدر اقول هي مرادف لكلمه turn off. اني لما يقول لي انطيني تعريف هذه الكلمات، اما انطي مرادف لها او انطي تعريف يفسر الكلمه اللي انطاني اياها. طبعا هذا النشاط نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي، فقط يريد من عندي انطي معاني هذه الكلمات، هو غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. اخذنا بي قطعه مساعده نور لجدتها شلون تسوي مكالمه فيديو، ووضحنا انه هذه القطعه مطلوبه بالامتحان التحريري، وانه ممكن تجيني بسؤال قطع الكتاب، وتعرفنا على الاسئله مالتها شلون نجاوب عنها، واخذنا التمارين المتعلقه بهذا الدرس، بعضها مهم وبعضها انشطه صفيه غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي. حاولوا تسجلون هاي الملاحظات بالدفتر او تنشروها مع كتاب الطالب وكتاب النشاط، لانها مهمه جدا وتفيدكم بالامتحانات التحريريه. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجوده اسفل الفيديو في الوصف.